بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. أبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بالأخص، لأننا النهاردة إن شاء الله هنحل امتحان الأزهر التجريبي، آخر امتحان إدارة الأزهر عملته، وهو كان امتحان اصلا كان الدكتور ناجح ما كان ساعه ما كان في الخدمه كان عمل امتحان على الفصل الاول والثاني، وبعدين عمل على الفصل الثالث والرابع اختبار. هذا هو الاختبار، اخر حاجه اتعملت. اداره الازهر نزلته ساعتها ونزلته ثاني هذه الايام، وحتى يعني هو الدكتور ناجح سألهم انتوا ليه بتنزلوا ده تاني؟ قال ده عشان دي تراث وحاجات لابد ان ننزلها. معناها ايه؟ معناها ان الامتحانات اللي إدارة الازهر نزلتها قائمة، سواء هيحط الامتحان واحد تاني او غيره الله اعلم مين، بس ديت إدارة الازهر حطت هذه الاسئلة تاني، فوجب ان احنا نحلها، وخاصة طلبة الازهر للتوضيح، والطلبة كلها عامة يعني. فهذه الأسئلة فيه بعضها لأن الدكتور نجح كان كاتبها سريع بإيده كده، ما تراجعتش ما تنظمتش، فالسؤال اللي ما هوش مظبوط هنظبطه، والسؤال اللي هو اتعمل كان بيخط إيده كده سريع، فالمفروض في حد وراه ياخد الأسئلة ديت في إدارة الأزهر ويعمل الرسومات كويسة عشان نعرف نحل الأسئلة. هنقول لكم الحاجة اللي فيها أخطاء مطبعية ولا حاجة هنقولها، تعالوا نشوفهم بالراحة كده. وبسم الله الرحمن الرحيم، توكل على الله. ده أهو نموذج امتحان تجريبي للثانوية الأزهرية قسم العلمي المادة الفصل الثالث والرابع العام الدراسي 2021، إعداد المستشار الفيزياء دكتور ناجح، عشان يبقى كل ذي حق حقه، يبقى كل حد يتحمل أسئلته. أولا نظام أسئلة الأزهر بتبقى كده. أولا اختر، بيقول لي اي ام اف العظمى المتولده في الدينامو تتوقف على كل مما ياتي ما عدا، يعني ما كلمه ما عدا يعني في حاجه مش هتتوقف عليها، تتوقف على شده المجال المغناطيسي طبيعي. ما هو اي ام اف في الدينامو، احنا لو كتبنا اي ام اف في الدينامو اللحظيه اهي هتساوي ايه؟ بي اي ان اوميجا 2 باي اف ساين اوميجا تي. اذا تتوقف على هذه العوامل، شده المجال اللي هي كثافه الفيض فعلا تتوقف عليها، عدد اللفات تتوقف على عدد اللفات، مساحه الملف ايوه فيه مساحه الملف، اتجاه دوران الملف لا يدور يمين هيولد قوه دفعه، يدور شمال هيولد قوه دفعه. يبقى الاجابه الصحيحة الاختيار د اتجاه الدوران. السؤال الثاني اختر، في الشكل المقابل تكون اي ام اف العظمى مساوية لايه؟ هنا حط الزاوية 30 في الدينامو العادي قصاد 5 فولت، فهو عاوز العظمى. انا ببساطة خالص ادي الرسمة اهو، انت عارف دي دوره كامله ودي الزاويه سيتا، احنا ممكن نكتب سيتا، ممكن نكتب اوميجا تي، ممكن نكتب الزمن. هنا طالما عمل سيتا كتب هنا 180، وادي القيمه العظمى اي ام اف ماكسيمم، ده الماكس. هو جه عندي الماكس طبعا بتبقى عندي زاويه معروفه انها 90، لكن جه عندي 30 وقال لي القوه الدفعه دي 5 فولت، معنى الزاويه دي هو اللي قال كده 30، يبقى القيمه العظمى كام؟ انا هنعوض في القانون اياه، اي ام اف اللحظيه 5 بتساوي اي ام اف الماكسيمم ساين الزاوية 30، ساين 30 بنص، يبقى اي ام اف بكام؟ ب10، لأن الزاوية 30 القوة الدفعة اللي بتولد عندها 5، يبقى دي نص القيمة العظمى،
يبقى القيمة العظمى عندي 90 بتساوي كام؟ 10. دي سؤال بسيط. يبقى الإجابة 5 ولا 10 ولا 15 ولا 20؟ الإجابة ب. السؤال رقم 3 فيه اختلاف مع الناس، وإن شاء الله ربنا يوفقنا وهنحسم هذا الخلاف. هو فيه خطأ كلمة واحدة. لماذا لا يصلح عكس طرفي التوصيل في المحول الكهربي الرافع للجهد كي يصبح خافض للجهد؟ الصياغة أنا عاوز أغير فيها كلمة واحدة بس هتتظبط وهشرحها ليه. أولا هو المفروض يشيل لماذا ويكتب قد، حرفين اتنين بس. قد لا يصلح عكس طرفي التوصيل في المحول الرافع للجهد لكي يصبح خافض للجهد. نشيل لماذا ونحط قد. الصيغة كده تمام. نتناقش فيها. عاوز اتكلم فيها بالتفصيل، ولو ان انا كنت عملت محاضرة على المحول من السنة اللي قبل اللي فاتت او السنة اللي فاتت تقريبا برضو، وشرحت الآتي. المحولات الكهربية بيبقى فيه محول رافع ومحول خافض، وده معروف للقاصي والداني. كويس. المحولات ساعات محولات تبقى صغيرة بترفع 2 فولت ل 10 فولت، 8 فولت ل 12 فولت، 20 أرمية. هذه المحولات الصغيرة ولو جبت زي الزملاء ما قالوا احنا ممكن نجيب محول ونعمله العكس هيشتغل. لكن هناك نعرف معلومة، في المحولات الكبيرة جدا آلاف الفولتات زي محطة التوليد الكهرباء، حط محول رافع عند محطة توليد يرفع من 200 فولت ل 20000 فولت. هذه المحولات لا دي ما ينفعش نعكسها. ليه؟ يبقى في محولات تنفع الضعيفة الصغيرة الحاجات البسيطة، أما المحولات الضخمة لا. ليه؟ تعالوا نشوف وحنوريك المحولات ونوريك من المراجع والكتب بعيدا عن هندسة. وعشان تبقوا عارفين الطلبة يعرفوا الآتي، لما منهم هيخش كلية الهندسة هيلاقي المحولات، أنا ابن مهندس كهرباء وشغلته في المحولات، فالمحولات دي كلها لها نظام تاني ولها نظام تشغيل سريفاس ومش عارف ايه سريفاس وحاجات كتير. انا بناقش المنهج اللي علينا في المنهج الثانوية العامة. في المحول بيبقى عدد لما المحولات العالية قوي عدد لفات الابتدائي صغيرة وعدد لفات الثانوي كبيرة، وعشان تبقى كبيرة بيبقى تيار الثانوي صغير جدا، وعشان ما ياخدش حيز كبير بيجيبوا سلك رفيع. ليه يا عم؟ لان التيار صغير يبقى مش هيحرقه عشان اللفات كبيرة. يبقى نمرة واحد لان ملف الثانوي مقاومته صغيرة وسلك رفيع. انا لو عكست وخليت الثانوي ابتدائي يعني معناها تياره كبير قد يتلف المحول. ده في بعض المحولات الكبيرة. لاحظ حاجة، أنا اشتغلت كان في مسألة في النماذج الوزارة القديمة سنة 89 و90، وكانت مسألة جت في امتحانات بيقول لي معاك محول نديله 10 فولت، أنا بديله جهد معايا 10 فولت، وهو عدد اللفات بتاعته نسبتها 50 إلى 100. لو اديته 10 فولت يقول لك أنا معايا مصدر 10 فولت، ما هي أكبر وأصغر قوة دفع ناخدها منه؟ الله، يعني معناها دي كانت في امتحانات بتاعتنا زمان، واحنا عصرنا كل مسائل الدنيا والاخره مرت علينا في المحولات. فنديله ال 10 فولت في الابتدائي طالما اللفات الضعف هيديني 20 فولت في الثانوي. لو انا حطيت ال 10 فولت في الثانوي هيديني 5 فولت. لو خليت يعني عكست اللفات الكبيره والصغيره. اذا المحولات الصغيره تنفع. طيب يبقى انا قلت اول حاجه ما تنفعش نظرا لان المقاومه كبيره. في حاجه تانية، الملف الثانوي في المحولات اللي هي بنستخدمها ما فيش ملف ابتدائي هنا وملف ثانوي هنا، هنوريك انا في المراجع. الملف الابتدائي والثانوي ملفون على بعض، يعني الابتدائي جوه والثانوي بره.
لمصادر فقد الطاقة في المحولات إيه؟ خدنا مصادر فقد الطاقة منها الرابعة، هروب خطوط الفيض اللي بتاعت الابتدائي بتهرب ما تقطعش الثانوي، لما يبقى الثانوي هنا والابتدائي هنا، ولكن لما نحط الابتدائي جوه الثانوي هيهرب خطوط الفيض تروح فين؟ الخط اللي هيهرب هيقطعه الثانوي، يبقى هنا بنحط الابتدائي جوه الثانوي والابتدائي سلك غليظ ونحطه جوه الثانوي لمنع هروب خطوط الفيض عشان يبقى كفاءته عاليه. طب انا لو عكست خليت الثانوي اللي هو بره هو الابتدائي، يبقى الخطوط هتهرب، يبقى مش هيدي نفس الطاقه، هيبقى كفاءته ضعيف يضعف. دي برضو حته من الحتت اللي احنا عاوزين نعرفها يعني. طيب تعالوا نشوف الملف الابتدائي دايما بيكون سلك سميك، ولذلك في احد الامتحانات هنوريها لك دلوقتي، جت في احدى الدول العربيه عمان في كتاب بيقول له ايه، جاء في الامتحان شوهد من بالنظر، لان كان في احد المهندسين الكبار اسمه بيشرح المحولات وليد عيسى، كان بيشرح فقال لك انا ممكن اعرف المحول افحصه، اعرف مين الابتدائي ومين الثانوي من النظر. ازاي يا عم؟ اشوف الابتدائي عدد نشوف الابتدائي سلك تخين والثانوي رفيع. جه السؤال ده في امتحان كتب هنوريها لك انا دلوقتي، في كتب جه في امتحان في دول الخليج، قال لك واحد شاف محول شاكك مين الابتدائي ومين الثانوي، فلقى فشوهد ان احد الملفات اسلاك من النحاس السميك والتاني رفيع، يتخيل مين يكون الابتدائي؟ هو السميك هو الابتدائي، يبقى برضو عرفنا حتة يعني، وحنوريك أنا دلوقتي الحاجات دي. طيب حنوريك إن هو ممكن المهندسين المحولات العادية دي يشوف المحول يشوف مين اللفات تخينة، وقال لك شهيدة يعني أنا ممكن نفحص المحول نعرفه مبدئيا بالابتدائي. كمان في حاجة بيعرفوا الابتدائي من الثانوي بيها إزاي، معلومة لك وانت وعليك في المنهج عشان ما حدش يقول في جهاز بيقيس الحس الذاتي، فيجيب الملف الابتدائي يوصل المحول الرافع، ياخد الملف الابتدائي يقيس معامل الحس بتاعه، ويجيب الثانوي يقيس معامل الحس بتاعه، هيلاقي معامل الحس بتاع الثانوي كبير لان عدد لفاته كبير، المساحه واحده ملفوفين على بعض، ميو واحده، ايه واحده، اللفات هي اللي تختلف على ال واحد محصول ملفوف حيط واحد، يبقى الملف الثانوي انا ممكن اقيسه. ولذلك بقول لك معاك محول تقدر تعرفه من مين رافع ومين المحول، هو محول رافع، ممكن تعرف الابتدائي والثانوي؟ اي نعم اعرفه بايه؟ بكذا طريقه، يا اما نقيس المقاومه، يا اما ده في بعض المحولات، يا اما نقيس معامل الحس اللي هو جهاز بيقيس معامل الحس، والجهاز ده ليه تركيب وعمل بس مش هدخلك انا فيه. تعالوا كده نشوف الاسئله اللي انا قلتها الكلام منطقي ولا لا عشان يبقى حسمنا هذا الموضوع بالتفصيل. ده سلسله كتب بتدرس في الدول العربيه، وطبعا هذا الكتاب انا واضع فيه حاجات كتيره، والكتاب اهو هنوريك الكتاب ادي ظهره اهو بفتحه اهو، اقرا هنا المرجع الفيزياء احمد امام احمد بركه دار غريب اهو عشان تبقى عارف يعني. هنا سؤال في احد الامتحانات، لوحظ في المحول الكهربي ان سلك الابتدائي سميك بالمقارنه بين سلك الثانوي، هل هذا المحول خافض ام رافع؟ فسر اجابتك. يعني كده نوع من الاسئله. تمام بلاش الكتاب ده، ناخد كتاب اخر مرجع اخر اهو. هذا المرجع بيقول لك دايما المحولات ادى الملف الابتدائي، جيب قلم رصاص، الملف الابتدائي السلك التخين ده حواليه الملف الثانوي سكندري اهو، وادي برايمري فولد، يبقى الابتدائي تخين وجوه الثانوي لان بيلفوا على بعض في القالب ده، وهو اي محول فحصه هتلاقيه كده، وهنوريك محول حليته وفهمته. طب دي حاجه كمان، حاجه رابعة برضو، حاجة تانية نشوفها كده، ده كتاب معروف باللغة العربية اسمه أساسيات الفيزياء، هنوريك حاجة فيه حتة في المحولات، فبدي أسئلة بيقول لك إيه،
يقوم محول معين في جهاز راديو بتحويل الجهد 120 ل 6، فرق كبير. ما هي النسبة من ان اس الى ان بي؟ طبعا دي سهلة. قال لك وصل هذا المحول بطريق الخطأ، عكسنا التوصيل. ما هو الجهد عند الخارج بالتقريب؟ طبعا هنحسبه قبل ان يحترق كل شيء، هيحترق الملف. يعني بوريك انه ممكن يحترق لما انت تعمله، بس تقيسه بسرعة قبل ما يحرق، يبقى عرف ان ده بيتحرق. ده محول اهو، ادي الشرايح اهي قدامك، مش عارف واضحه ولا ايه، وادي الملفات جوه بعضها، بس دي طبقه فيه ملف وفينا ملف والتاني على بعضه. وبرضو بحول انا حليت الشرايح اهي، ودي شرايح من الحديد المطاوع، مطاوع بدليل اهي، بتنيها اهي، وانا فكيت الشرايح ومفكها اهي وطلعته، وادي الشرايح اهي. نبص نلاقي الشرايح اهو، هو بتلاقي حط كده واحده، يعني حرف ايه بيعملهم كده اهو، دي شرايح من الحديد المطاوع، انا فكيته اهو، محول بايظ. وطلعنا المحولات، هتلاقي الابتدائي على الثانوي فيه جزء، يعني ده بنوريك المحول. في حته مهمه عاوز اوضحها لك برضو، بعد ما شفت المحولات وعرفنا ان شرايح الحديد المطاوع السيليكوني ده مش حديد مطاوع عادي، حديد مطاوع سيليكوني، تمام. هنا نكمل بقى الامتحان في الحاجه اللي بتحتاج شرح، فطبعا انا بنزود فيها شويه عشان برضو الطالب ايه يستوعبها ويعرف اصولها وكده. يعني في الشكل المجاور لحظه توازي مستوى الملف، يعني ده مستوى الملف متصل بحالتين، يعني دينامو. لحظه توازي مستوى الملف لخطوط المجال المغناطيسي اثناء دوران، يكون فرق جهد بين النقطه A و B. هو عمل لي المحول وفرق جهد بين النقطة A و B، يعني المحول الكهربي هو واخد الطرفين بتوعه طبعا اهم، موصلهم ادي حلقة وفي التاني بيدخل ادي حلقة التانية، وخد من الفرشة دي والفرشة دي اهو، وهو طبعا بين قطبي ادي S وادي ايه N، خطوط الفيض ماشية كده. فبيقول لي هنا النقطة في هنا ملف اهو، بيقول لي بقى ايه فرق جهد بين النقطة A و B، ادي A وادي B، فرق جهد بتاعها لما يكون مستوى الملف موازي للفيض، فرق جهد بين النقطتين هو اللي طالع من الدينامو، يعني هيكون قيمة ايه عظمى طبعا، لان ده ملف انا باخد الطرفين دول من اطراف الملف، يبقى فرق جهد هيكون في ماكس، يبقى الاجابه صفر، في ماكس، في ماكس على جذر 2، لا الاجابه في ماكس. شده التيار المر في الملف، مش الملف بتاع الدينامو ده هو، شده التيار هيكون صفر، لان احنا عارفين فرق الطور في الملف بين الجهد والتيار 90 درجه، اما يكون الجهد قيمه عظمى يكون التيار صفر، الفرق في الطور في ملف الحس. طيب يا عم لو انا شلت ده وحطيت مكثف، هو اللي قال لو انا جبت مكثف اهو وصلت النقطه بي والنقطه ايه برضه بالدينامو، فبيقول لي ايه عند استبدال الملف بمكثف في السؤال السابق يكون فرق الجهد بين النقطه ايه وبي اثناء توازي مستوى الملف. يا عم ما هم جايين من المصدر، هيكون قيمه عظمى اه، لأن المصدر قيمة عظمى في اللحظة دي والطرفين دول متصلين بيه، يبقى طرفي المكثف عليه قيمة عظمى. شوف بقى السؤال اللي جاي، طب والشحنة على لوحي المكثف في الحالة دي؟ آه ده احنا خدنا لما المصدر يكون الجهد بتاعه قيمة عظمى يكون فرق الجهد على لوحي المكثف قيمة عظمى، لأن الجهد والشحنة في المكثف متفقان في الطور، الشحن والجهد متفقان في الطور، مين اللي بتقدم؟ التيار. يبقى هنا الشحن على لوحي المكثف هتكون ماكس برضه، يعني المكثف لما يكون عليه شحنة موجبة اهو قيمة عظمى، مخزن مجال كهربي، لما يكون عليه الجهد قيمة عظمى تكون الشحنة قيمة عظمى. اي نعم التيار في الحالة دي يكون كام؟ صفر، لكن الشحنة قيمة عظمى والجهد عليه قيمة عظمى، تمام. ناخد سؤال 6. السؤال 6
دائرة تعتبر الدائرة المكعبة حالة رنين، خلاص اكس ال ايكوال اكس سي، اكس ال كله يساوي اكس سي كله، هنا ار هنا اكس سي، بس هو حط لي هنا مكثف اهو اكس سي، وفي هنا ملفين على التوازي الله اهو، وفي هنا مقاومة، وطبعا ده مصدر ايه متردد، ده اكس ال وده اكس ال وده اكس سي. فبقول لي تعتبر الدائرة في حالة رنين، اعتبر الدائرة في حالة رنين، ده هي في حالة رنين امتى؟ لما يكون اكس ال يساوي اكس سي؟ لا برضه ما ينفعش، هو قال كده اكس ال يساوي اكس سي؟ لا، لان لازم المفاعلة الحسية الكلية ان شاء الله يكون 100 ملف، اخذ الملفات واجيب اكس ال كلها. طيب هل اكس ال يساوي اكس سي على 2؟ ده هي اكس ال ده هي تساوي الاثنين دول، يعني اكس سي اكس سي هتساوي الاثنين دول مع بعض، الاثنين دول مع بعض هيبقوا ايه؟ نص اكس ال، ما هو ده اكس ال وده اكس ال، الاثنين مع بعض نص اكس ال، يعني اكس ال لوحده يساوي 2 اكس سي، اضرب في 2. يبقى هنا لو قال لي اكس ال بتساوي اكس سي على 2 نقول له غلط. طب لو قال لي اكس سي بتساوي 2 اكس ال نقول له غلط. امال مين؟ اكس ال لوحده بتساوي 2 اكس سي. ليه؟ لان اكس سي تساوي محصله الاثنين دول هو نص اكس ال، لانهم توازي والتوازي المقاومات في الملفات. يبقى اكس ال بتساوي 2 اكس سي، يبقى الاجابه اكس ال بتساوي 2 اكس سي، الاجابه دي في الدايره دي. رقم 7 بيقول لي ملف حسه الذاتي 7 على 88 هنري، ومقاومته الأومية، يعني الملف نفسه له مقاومة أومية 10 أوم، احسب القيمة العظمى للتيار عندما يوصل بمصدر متردد 50 اتش، هي الصح 50 اتش زد، غلطة مطبعية، و 140 فولت. استنى بقى، الملف نفسه ليه مقاومة، يعني الملف ده ليه مقاومة، يبقى ليه اكس ال وليه ار، يبقى ليه زد. يا عم انا عاوز اجيب اكس ال الاول وبعدين نتفاهم في التيار ده. اكس ال بتساوي 2 باي على طول السرعه بقى، وانا عاوز اقول لك علشان الوقت، انا ما تزعلش لما نقول لك الوقت برضه عاوز سرعه، لان اللي سريع برضه ليه نصيب. 2 2 باي اف قال لي 50، ال قال لي 7 على 88، ما نجيش الباي هنا ونقول له 3.14 من 100، تبقى سريع كده، هشيل دي مع دي، 2 في 22 ب 44 مع دي فيها الاثنين، 50 على 2 يبقى 25 يا عم قوم، والمقاومه بتاعته 10، نجيب الزد، زد هتساوي الجذر التربيعي ار تربيع 10 100 على طول، تبقى انت سريع، 25 تربيع دي عم 25 في 25 625، وتجيب الجذر بتاعها بالآلة هيطلع 27 أوم. هو عاوز إيه؟ القيمة، اصحى للحتة اللي جاية، القيمة العظمى لشدة التيار. أمال المصدر اللي هو موصله بده مصدر إيه شكله؟ قال لي المصدر، بيقول لي المصدر 50 هرتز 140 فولت. طالما قال 140 فولت، جميع، وانا قلتها 100 مره، جميع قياسات التيار المتردد قيم فعاله ما لم يذكر غير ذلك، هو قال 140 يبقى دي الفعاله، دي الفعاله، يبقى اي هو عاوز اي ماكس اكبر قيمه للتيار، يبقى الجهد الاكبر الاي ماكس، يبقى في ماكس، الفي ماكس هو المصدر كام فولت؟ 140، 140 في جذر 2 عشان يديني العظمى، نقسمها على 27 هيطلع 7.33 من 100 امبير، ده اقصى قيمه للتيار او القيمه العظمى يعني. السؤال 8 برضو في حاجات انا بندي ملحوظه على السؤال، هو عامل لي هنا
ملف، أنا أرسمه تاني كده أهو، ملف وفيه مفتاح وفيه بطارية وفيه ريوستات مقاومة متغيرة أهي ومتوصلة كده. بيقول لي في الشكل المقابل عند قفل المفتاح، قفلنا المفتاح، يمر التيار في الملف ماشي، وتزداد طبعا التيار لما يمر هنا هيولد فيض، كل التيار هيولد فيض، الفيض الداخلي فاي داخله لحظيا حتى تثبت، تثبت الفيض اول ما التيار يثبت خلاص، ما هو اول ما نغلق بعد فترة على طول عشان الملف بقى ايه ده تيار مستمر هيولد فيض. طب عند زيادة R، الله RS اللي هي الريوستات، لما نزودها I يقل، عند زيادة RS فإن دلتا فاي على دلتا تي، اهدي دلتا فاي على دلتا تي داخل الملف يا نقط أكمل، هو دلوقتي الفيض كان ليه قيمة ثابتة، انا لما نزود المقاومه التيار يقل الفيض هيقل، بس معدل تغير الفيض ما عرفوش هيزيد ولا يقل، لان الفيض كان قيمه بتيار الفيض عمال يقل لان التيار بيقل، بس معدل التغير كام، يبقى دلتا فاي على دلتا تي يبقى هيتولد دلتا فاي على دلتا تي اكيد، لان طالما التيار بيتغير يبقى الفيض بيتغير هيولد ايه اي ام اف، الفيض بيتغير برضه يبقى فيه تغير في الفيض، دلتا فاي على دلتا تي بتتغير طبيعي لان التيار بيتغير، يبقى نقول له داخل الملف فان زياده فان دلتا فاي على دلتا داخل الملف تتولد، يعني تولد يعني فيه دلتا فاي على دلتا تي تنشا داخل الملف في تغير في الفيض، يعني نقدر نقول لك يزيد ولا يقل، انا مش عارف معدل التغير قد ايه، يعني افرض كان الفيض 10 وانا بخلي التيار عمال التيار عمال يقل، الفيض 8 7 مش عارف الزمن قد ايه، فالمهم في تغير، وتصبح اشارتها اشاره دي ايه يا عم، هو كان الفيض قيمة عظمى دلتا فاي بتساوي فاي 2 ناقص فاي 1 على الزمن، الإشارة هتبقى مين؟ مين الأكبر؟ فاي 1 أكبر لأن احنا بنقلل التيار، فتبقى الإشارة سلبة لأن فاي 2 أكبر من فاي 2 صغيرة وفاي 1 كبيرة، يبقى السالب أكبر يبقى الإشارة سلبة. طب حلو، تتولد قوة دفعة مستحسة في الملف، بس تكون القوة الدفعة إشارتها موجبة سالب في سالب، لأن إي إم إف بتساوي إيه؟ قانون فرادي، إي إم إف بتساوي ناقص إن دلتا فاي على دلتا تي، دي طلع السالب لأن الفيض بيقل وهنا سالب، يبقى إي إم إف إشارتها موجبة، ويكون قوة دفعة مستحسة في الملف في اتجاه إيه؟ نقط البطارية، في اتجاه جهد البطارية، تزود مع البطارية، يعني الفيض يزيد مع البطارية، يعني اتجاه القوة الدفعة في اتجاه جهد البطارية، اتجاه إي إم إف في اتجاه جهد البطارية. تمام. سؤال 9، ملفان متماثلان بس رسمهم الدكتور بإيده والصلة مرة على التوالي ومرة أخرى على التوازي أهم، بمصدر متردد ثابت التردد، أكمل الجدول للمقارنة التالية المقاربة التالية في الأعمدة دي، يعني في حالة التوالي وحالة التوازي اختار المفعلة الحسية الكلية في التوالي، هو كل واحد منهم اكس ال، في التوالي تبقى 2 اكس ال، في التوالي تبقى 2 اكس ال، طيب في التوازي اكس ال واكس ال على التوالي نص اكس ال، هو بيقول اختار نص اكس ال او اكس ال او اكس ايه 2 اكس ال او اكس ال، بس الخط صغير يعني. الحس الذاتي المكافئ طالما على التوالي الحس الذاتي ال و ال 2 ال، ما هو كل واحد منهم ليه اكس ال وليه ال، لان ده مصدر متردد اي بيساوي اي ماكس ساين اوميجا تي، وهنا برضو اي بيساوي اي ماكس ساين اوميجا تي، يبقى الحس هنا مجموعهم 2، اما في التوازي الحس يبقى نص ال، ال و ال نص زيه بالظبط الايه المفعله،
زاوية الطور بين الجهد والتيار. مصدر متردد وهنا ملفات، يبقى زاوية الطور بين الجهد والتيار 90 درجة، لأن الجهد سابق التيار 90 درجة، لأن الملفات صرفة. في حالة التوازي برضه 90 درجة، ما هو مش هتغير. ده سؤال رقم 8. ثانيا، واحد، إذا دار الملف أهو، أدي قطب إن وقطب إس وفي خطوط فيض، طبعا خطوط فيض تنتهي لحد هنا يعني بتكملش يعني الرسم كده. إذا دار الملف من الوضع الموازي للمجال أهو في اتجاه ضد عقارب الساعة دورة كاملة، في الشكل المقابل تتولد قاف د الكاف مستحسة. طبعا لو دار مع عقارب الساعة ضد عقارب الساعة هيتولد قوة دفعة، الشكل أنه اللي يمثل قوة الدفعة. طبعا موازي بدأنا من الايه، القوة الدفع قيمة عظمى، يبقى طالما موازي يبقى لازم هيبدأ دورة كاملة هيبدأ من قيمة عظمى اهي، المسافة دي قد دي اهي، ويطلع تاني هنا، ولازم دي المسافة ده اهي قد دي بالظبط. تمام، يبقى الشكل اختار إجابة، الشكل الصح اللي هو ده، بس هو مرسوم بالإيد وكده الدكتور رسمه كده، يعني المفروض نخليها قدها يعني شوية، إحنا نظبطها شوية بس كده، أنا ظبطتها هو بإيدي قدامكم يعني. طب هنا يبدأ من الصفر؟ طبعا لا، ده بدأ من الموازي. طب يبدأ كده؟ لا برضه ما بيطلعش من الصفر. طب دي شبهه بس هنا صغيرة، وده غلط حتى كان الدكتور قال زبطوها، ما هيش دي اللي قصده، هو قصده على دي اهي، يعني ديت يعني كأن الحتة دي صغيرة والحتة دي كبيرة. طبعا لا، لازم اتنين قد بعض. ده بالنسبة للسؤال، بس ما كانش مظبوط الكتابة الرسم بتاعه يعني. محطة لتوليد الطاقة الكهربية قدرتها 1000 ميجا وات، ميجا 10^6، تستخدم في إنارة مدينة، إزاي؟ بواسطة محول رافع للجهد، بيتحط فين؟ المحطة اهي بياخد منها محول رافع للجهد، رافع يعني الابتدائي عدد لفاته قليلة والثانوي عدد لفاته كبيرة، ده مش محول كده، يبقى محول قلبه حديد يعني. فالمحطة القدرة بتاعتها 1000، خليها بالميجا، ميجا واط، والمحول ده كفاءته 90%، هيروح يودي لمدينة، هناك عند المدينة طبعا هنحط محول ايه، خافض اهو بالمرة، نشرح ده لفات الابتدائي كتير وثانوي، ويروح يغذي المدينة. المدينة يا عمي ده كفاءة 90%، فإذا كانت القدرة اللي بتستهلكها المدينة 800 كيلو واط، 800 ميجا واط، ميجا زيها كله بالميجا 800، بس عاوز كم تكون القدرة المفقودة في الأسلاك، باور المفقودة هنا في الأسلاك يا عم، نشوف كفاءة المحول إيتا 90/100، خليك سريع تحله على طول، ما تكتبش القانون، كنا زمان بنقول لك القانون وعليه درجة والكلام لا خلاص، القانون موجود عندك في الكتاب، حل الكفاءة بتساوي قدرة الابتداء اللي هو قدرة المحطة 100 ميجا، خليها بالمئة 1000 ميجا على قدرة الملف الثانوي الباور بتاع الاس، طبعا بنضرب في 100 عشان 90%، من الحتة دي هتطلع الباور في الثانوي 900 ميجا واط. الله، ده اللي وصل للمحطة يا عم 800 ميجا واط، يبقى الأسلاك ضيعت 100 ميجا واط. دي مسألة بسيطة هي كويسة. السؤال 3، ملفان متجاوران مش دخل بعض، متماثلان يعني زي بعض، الحاس الذاتي لكل منهم كاذب، تولدت قوة دفعة، وعاوز معامل حس المتبادل. أولا حكاية الملفات أنا شرحت عليها في كتاب دليل المعلم بالتفصيل، لما يكونوا ملفان متصلين على بعض فبتكون المعامل الحس المتبادل بينهم، وده اللي أنا حاوله مش على الطالب، بيساوي الجذر التربيعي معامل حس الأول في معامل حس الثاني،
اما لو كانوا الملفان دول كانوا الملفان ايه فوق بعض، ده ملف ابتدائي وفوقه ملف ثانوي نفس الطول ولهم قانون وازاي تجيبه وموجود في المراجع هوريهولك. اما لما يبقى الملفان متجاوران حسب التيار، لو التيار هنا في اتجاه كده وكمل هنا في نفس الاتجاه غير ما يجيله من الناحيه الثانيه كده التيار ده لها طريقه، ويبقى معامل الحس الكلي بيساوي ال1 زائد ال2 زائد 2 معامل الحس المتبادل بينهم، ده لو كان التيار في اتجاه واحد، لكن لو التيار هنا وده عكسه يبقى ال توتال ال تي مش عليك ده كله ال1 زائد ال2 ناقص 2 معامل الحس المتبادل، وليه قوانين وحاجات مش عليك فانا مش هدخل الحته دي، وهنوريك الحس المتبادل في المراجع اهي. ده مرجع اهو معامل الحس المتبادل لما يكونوا الملفين منطبقين على بعض، وانا كاتب الكلام ده اهو ملف ابتدائي وثانوي المساحه الابتدائي ايه برايمر اهي، هيبقى تحسب المعامل الحس المتبادل بتاعهم هيطلع اهو القانون بتاعه، يعني ام ميو اي بي ان المساحه بتاعه واحد منهم الكبير اللي هو الابتدائي ان بي ان اس على ال، يعني الجذر التربيعي ام 1 وام 2. وطبعا اما لو اختلفوا لها قانون برضو مش بقوله، انا بقول الحته دي للزملاء يعني في المراجع اهو الحاجات اللي انا قلتها اهو. هنا في المراجع لما يكونوا الملفين كده والتيار ماشي كده ادي ال1 وال2 ده مش للطالب ده للمدرس، يبقى معامل الحس المتبادل هنا معامل الحس الكلي ال1 وال2 زائد 2 ام متبادل بينهم، لكن لو التيار ماشي هنا ودي جاي من الناحيه الثانيه يبقى معامل الحس التوتال الكل ال1 وال2 ناقص 2 ام 1 2 معامل الحس المتبادل. طب لو انت عاوز تجيب معامل الحس المتبادل ربع ال الموجب لما مع بعض ناقص ال الثاني، هذه القوانين مش عليك فانا اتخشرح عليه، دي حته مش عاوز اقولها على اساس مش مظبوطه في الحته دي يعني مش على الطالب. أما السؤال أربعة، أربع مكثفات متساوية السعة سي سي سي، فإذا وصلت على التوازي تصبح السعة الكلية واحد ميكروفراد. احسب السعة الكلية لو وصلناها على التوالي، هي لو كانت على التوازي المكثفات أهي لما تتصل لأربعة على التوازي السعة واحد، يعني ايه واحد؟ السعة واحد مايكروفراد، التوازي زي التوالي، يعني التوازي كل واحد منهم نضربه في أربعة، يعني سعة الواحد منهم سي ون، لما وصلتهم على التوازي كانت السعة بتاع السعة الكلية بتساوي ايه؟ واحد. السعة الكلية طالما على التوازي أربعة في سي ون يساوي واحد، يبقى سي ون واحد على أربعة مايكرو فاراد، هو اللي قال كده. احسب سعتها إذا وصلنا على التوالي، أوه وصلنا الأربع مكثفات بقى هم كل واحد سعته ربع على التوالي، يبقى السعة الكلية إحداهما على عددهم، واحد منهم ربع اهو ربع 25 من 100 مايكرو فاراد على كام؟ أربعة، يعني ربع على أربعة يعني تقريبا واحد على تطلع بالظبط يعني واحد على 16 مايكرو فاراد. خد بالك الفكرة بتاعتها عشان بتتلخبط مع المقاومات، هيبقى السعة الكلية هتبقى واحد على 16 مايكرو فاراد. السؤال خمسة في خطأ بسيط هنصلحه، القيمة الفعالة لشدة التيار الناتج من الدينامو خلال دورة بعد استبدال الحلقتين بنصفي اسطوانة معزولين، يعني هيبقى التيار موحد الاتجاه كده شلنا الحالتين وحطينا نصفي اسطوانة، القيمة بتاعته كانت اي ماكس، وانا عامل لك في كتاب الوسام مراجعة جدول صفحة 30
كل ما يخطر على بالك من الدينام والملفات وعدد اللفات، الصفحة دي صورها كده واحفظها، فيها 90% من أسئلة الدينامو. صفحة 30 في كتاب الوسام مراجعة، منها دي القيمة الفعالة هل بتساوي صفر؟ هو كاتب كده صفر، ولا هي اي ماكس، ولا ربع اي ماكس، ولا اي ماكس على اتنين، ولا واحدة من دول. القيمة الفعالة اي ماكس على جذر اتنين، ده غلطة مطبعية. ادي الاجابة بتاعت خمسة. ناخد واحد تاني، ناخد بسم الله الرحمن الرحيم السؤال رقم ستة. جهاز كهربي قدرته 2400 واط يعمل بواسطة مولد تيار مستمر قوته الدفعة 120 فولت، احسب مقاومة الجهاز إذا كانت المقاومة الداخلية للمولد 1 أوم. يعني أنا هنا عندي مصدر تيار مستمر، نفرضه مثلا بطارية لها مقاومة داخلية 1 أوم، والمصدر ده 120 فولت، بيشغل جهاز اهو، الجهاز اهو، الجهاز ده قدرته 2400 واط. انا عاوز مقاومة هذا الجهاز، احسب مقاومة الجهاز اذا كانت المقاومة الداخلية للمصدر 1 اوم. طبعا ده مش بطارية، ده بطارية كبيرة، يعني مصدر مستمر سالب موجب، تمام. طيب فيه في السؤال ده فكرة بسيطة، هل عاوز اوضح حاجة، هل الجهاز ده هو المقاومة بتاعته هتطلع قيمة واحدة ولا قيمتين؟ امتى تطلع قيمة واحدة؟ الار بتاعته لها قيمة واحدة، وممكن وامتى تطلع لها قيمتين؟ تعرف لو قال لي ان ال 2400 واط دول اكبر قدرة بيستهلكها الجهاز من هذا المصدر، ما هو المصدر ثابت، كنت هقول لك مقاومة الجهاز من غير ما نحل 1 اوم. اللي عاوز يفهم الحتة دي انا حليته في الاختبار رقم 1 مستوى رفيع، الاختبار الاول في الوسام الشامل، كان فيه سؤال بيقول امتى تكون مقاوم القدرة اكبر ما يمكن في الدائرة الخارجية. قلت لما تبقى المقاومة الداخلية تساوي المقاومة الخارجية بتاعت الجهاز. طب انا هنحسبها، لو كانت القدرة دي اكبر قدرة للجهاز هتطلع اكبر قدرة مستهلكة بواسطة هذا المصدر في القدرة الخارجية هتبقى مقاومة 1 اوم. طب تعالى نشوفها، عشان احل المسألة ديت هنعمل ايه. انا عندي قوانين القدرة، الباور اللي هي القدرة 2400 بتساوي اي تربيع ار، التيار اللي ماشي هنا في مقاومة الجهاز، هو عاوز مقاومة الجهاز. طب ونجيب الاي ازاي؟ انا عندي الاي في الدايرة دي بتساوي فرق الجهد بتاع المصدر 120 فولت على المقاومة بتاعت الجهاز الله اعلم كام، زائد المقاومة الداخلية 1. طب لو جينا نعوض هنا يبقى هنكتب 2400 اهي القدرة، اي تربيع 120 في 120 على R زائد 1 الكل تربيع في R، اهي R اهي. ببساطة شلنا الصفرين دهم مع الصفرين دو، على ال 12 فيها الواحد، على ال 12 فيها الاثنين، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها الستة، يعني هيتبقى كام؟ هنا 1 اهي هيساوي 6 R على R زائد 1، بس مو نطلع 6 R على R زائد 1 الكل تربيع. طيب يعني ايه بقى؟ ضرب بعده هيبقى R تربيع
زائد 2 ار زائد 1 هيساوي 6 ار. معادلة بسيطة، يبقى ار تربيع نجيب دي هنا ناقص 4 ار زائد 1 هيساوي ايه؟ صفر. دي معادلة تنحل في ثانية، ما فيهاش مشكلة باستخدام الآلة. هتطلع لو انت استخدمت الآلة عشان تطلع R، هتطلع لك الR لها قيمتين. هتطلع الR اهي بكام؟ هتطلع بتلاتة بالآلة وتلاتة وسبعين اوم، او R هتطلع كام؟ 27 اوم. انا عاوز واحد شاطر يقول لي ليه طلعت واحدة كده وواحدة كده. انا قلت لكم اكبر قدرة هنوريها لك، وديت بلاش نوريك اكبر قدرة لما نشرح لك المسألة دي تنحل ازاي. في المعادلة دي نحلها بالآلة في ثانية، يعني مش عملية رياضية بقى وواحد يقول لك ده قصة ورياضة ومش رياضة، معادلة طالب تلت اعدادي بحلها، او انا بنحلها بقانون حاجة كنا بنحلها زمان بدينا، قانون اسمه قانون المميز ناقص بي اللي هو معامل السين، ده معامل السين تربيع يعني المربع، زائد او ناقص الجذر التربيعي لبي تربيع ناقص ايه؟ 4 اي سي، حيث ايه معامل الار تربيع والسي المقدار الثابت، كل ده على 2 اي. يعني لو حلتها بكده هيطلع، انا اعملها لك في ورقة تانية، هيطلع الجواب ار هتساوي 4 زائد او ناقص 2 جذر 3 على 2، يعني تطلع ار بتساوي نقسم على 2 زائد او ناقص جذر 2، يعني زي ما قلت ار هتطلع كام؟ 3 و73 اوم، اور او ار تطلع كام؟ 27 اوم. طب ليه الرقمين دول؟ اللي سمع المحاضره اللي انا كنت بحل فيها الوسام الاختبار رقم واحد في الوسام شامل، قلت امتى يكون القدره اكبر ما يمكن، ورسمت لكم علاقه ودي موجودة في المرجع، وريتها في المرجع، العلاقة بين المقاومة الخارجية والقدرة بتاعت المستهلكة في الدائرة الخارجية. بتكون القدرة بتبقى كده، أكبر قدرة مستهلكة أهي القدرة، وده سؤال جميل وضح حاجات. القدرة دي أكبر قدرة لما تبقى الأرضي بتساوي المقاومة الداخلية. طب هي ما طلعتش R الداخلية واحد، طلعت المقاومة ما هيش واحد، لازم هيكون اهي القدرة اهي، لازم هيكون رقمين، واحد اصغر من الواحد، ما هو ده واحد او واحد اكبر. فعلا طلعت رقمين. اللي عاوز يشوفها وليه بتطلع القدرة كده فاكبر، وليه اكبر قدرة خارجية لما تكون المقاومة الداخلية المصدر تساوي المقاومة الخارجية، يرجع لإيه؟ لدليل المعلم وشرحتها بالتفصيل. هنا هيطلع واحدة هنا وواحدة كده، ادي برضو بالمناسبة ان نعرف معلومة ان لازم يطلع واحدة اكبر واحدة اصغر. لو انا بنحل طلعوا الاتنين في ناحية واحدة نقول لها غلط، لان لازم واحدة كده وواحدة كده اهي، لان المنحنى ده مشروح في دليل المعلم. ادي دليل المعلم وفيه السؤال عاوز اورهولك السؤال ده. طبعا اهو هنا العلاقه بين المقاومه الخارجيه ار الخارجيه، مش عاوز ابوظ الكتابه، هنا ار الخارجيه والايه والقدره المفقوده. هتلاقي القدره اكبر ما يمكن عند ايه المقاومه الداخليه تساوي الخارجيه، وبعدين على الجانبين، ودي شرحها بالتفصيل وليه اكبر قدره ومثبوته في كتاب دليل المعلم. ده انا بقول حته زياده كده للاساتذه علشان اللي بيحلوا المساله دي. سؤال 7،
طبقا لقاعدة لينز حدد اتجاه قفز الكف في الملف السنوي. لما نزود ار اس وننقص ار اس وانا ما اعرفش احل العك ده، ده مرسوم باليد لخبطه. لو انا قلت كذا هتطلع غلط بتاع. المفروض تديني سؤال نظيف اديك اجابه نظيفه. لف ده لما تيجي تعمل ملف كده انا مش عارف لك اول من اخر. ده لها طريقه ولازم تترسم كويس ونحلها، وطبعا مرسومه كتير جدا في كتب الوسام معموله بالتفصيل. التيار لما يزيد ويقل، زياده ار يعني التيار يقل، يحصل ايه في الثانوي وكده والاتجاهها والحاجات دي سهله، بس هنا الرسم لا. سؤال مهم 8، انا مش هجاوب ده عشان انا لازم ارسمه لكم كويس موصوف في الوسام. اذا زادت دلتا اي على دلتا تي، الله، في ملف حس، فان معامل الحس، يا عم احنا قلنا معامل الحس ال بيتوقف على ميو النفاذيه، ايه مساحته ميو ميو ايه ان تربيع على ال طوله، ده معامل الحس، هو بيتوقف على دلتا اي على دلتا تي؟ لا. طيب لما نزود معدل تيار نموه معامل الحس يزداد؟ لا. يقل؟ لا. لا يتغير؟ اي نعم لا يتغير. سؤال قبل الاخير، اذا زادت دلتا اي على دلتا تي في الملف الابتدائي فإن معامل الحس الذاتي المتبادل، برضو المتبادل بيتوقف على الاثنين ال1 وال2، يبقى مش هتغير برضو. أما السؤال الأخير فيه كلام جميل، في تجربة لتعيين معامل الحس المتبادل بين ملف الابتدائي وملف ثانوي، أوضاع عند أوضاع مختلفة كما بالشكل، أي شكل يكون معامل الحس المتبادل كبير، معامل الحس المتبادل ام كبير. دي انا شرحتها في محاضرة كبيرة جدا لكن هنقول لك. اولا ده ملف وده ده ملف الاتنين جنب بعض، ده اسم ملف ايه ده؟ ده محول؟ لا. ده محول؟ اي نعم. امال ده ايه رمز ايه؟ بص بقى معايا عشان الطالب كله يعرف الرمزة دي. ده لو انا عملت كده ده ملف عادي، لو عملت كده ملف قلبه حديد. المحول لو انا عملت كده ده رمز ملف ابتدائي وملف ثانوي. اوعى واحد يقول محول، محول اهو تمام. هنا ما فيش قالب حديدي، هو بيقول اي يكون معامل الحس المتبادل كبير، يبقى اولا مستبعد ده خالص لان ده مش محول، لا فيه هوا. هنا الملف الابتدائي جوه الثانوي هيمنع هروب خطوط الفيض فعلا، الابتدائي جوه زي احنا ما قلنا، بس ما فيش قالب حديد، النفاذيه برضه بتاعت الهواء مش زي نفاذيه الحديد. طب هنا الملفين بينهم بين بعض مسافه وما فيش قالب حديد برضه مش ده الاحسن. الملف اللي هو القالب الحديدي يجيب باي حاجه تانيه جوه بعض مش عارف ايه، هو هنا ده معامل الحس المتبادل اكبر حاجه في الملف ده. وانا هقولها بسرعه كده، شرحت محاضره كامله هنقول لك الحته اللي انا قلتها عشان الملفات ديت اهي هنا. طبعا بالنسبه للمحولات هذا المرجع الـ كله ده على المحول. فانا هقول لك مثلا الحته اللي انا بتكلم فيها، لما يكون الملفين كده الابتدائي وسد رمز محول بس اير كول، اير كول يعني هوا بينهم، هنا اير كول حديد بينهم، هنا الرمز ده هو رمز محول، طبعا ده محول قلبه حديد اللي عندنا، ده محول القالب الحديدي النفاذيه بتاعته تتغير رمز، عشان تبقى عارف بس رمز المحولات يعني، اصل ساعات واحد يروح عاملها لنا في الامتحان كده على الرمز من غير ايه ما يحط الخطين دول. طيب هنا برضو في المرجع ده على المحولات دي كلها على المحولات، انا عاوز اختصر لك، هنا ملف ابتدائي وملف ثانوي، بس الملف اللي بتاعي فيه هنا هوا، فخطوط الفيض اللي بتيجي هنا مش كلها بتقطع الايه الملف الثانوي، لكن لا يبقى هو ده الحس بتاعه ايه صغير، لكن هنا حطهم ايه الملفين كده يبقى في حديد.
بس انه الاحسن ده حديد وده حديد برضه، مين اللي معامل الحس اكتر والحس بتاعه اكبر والنفس اكبر، ده ولا ده؟ ده حديد وده حديد، ده مغلق لكن ده مفتوح. وانا هقول لك محاضره، احيلك لمحاضره على المحولات انا عملتها اهي السنه اللي فاتت، لو واحد رجع للمحاضرات بتاعتي هيلاقي حاجه مهمه. ده ناخد لك بالترتيب، نقلبها لك اهو كده. هنا المحولات، ده ملف محول، ملف المحول وملف دوائر الترم تراب. هنا الملف ده هو خطوط الفيض اللي بتخرج كده، ما اهي بتيجي كده. هنا قالب حديد، يبقى خطوط الفيض هتبقى احسن، يعني بدل ما يمشي خطوط الفيض في الهواء هتمشي في الحديد، بس هتكمل فين؟ في الهواء، يبقى ده هو احسن. انا ماشي لك بالترتيب اهو. هنا الحديد سميك، مساحة كبيرة، لأن معامل الحس الذاتي بيساوي إيه؟ أنت عارف ال طول، معامل الحس الذاتي ميو إيه إن إيه نيو إيه ميو إيه، الإيه كبيرة والميو كبيرة، يبقى ده هو أحسن من ده. طب هنا الحديد لحد هنا بيسموه مفتوح، هنا الحديد مشى شوية كده، يبقى خطوط الفتحة تمشي كده كده وتيجي في الهواء في الحتة دي، يبقى ده هو أحسن. انزل قربهم من بعض كده، وده كله موجود في المرجع بس انا بقوله بسرعه. هنا يبقى النفاذيه اكتر من ده احسن. طب كده لو عملتهم قفلتهم بس طويل احسن. طب لو خليته عريض بقى ومربع كده يبقى ده افضل. طب لو حطيت الابتدائي جوه الثانوي يبقى احسن، وهكذا. انا بس بقولها بسرعه لان دي محاضره ارجع لها هتلاقيها كل حاجه انا بعملها بالتفصيل. ابنائنا طلبه الثانويه الازهريه بالذات والثانويه العامه وزملاء المدرسين طلبوا مني حل الامتحان الازهر على الفصل الثالث والرابع، ادينا حليته، بس بشرط يعني انا حليت ما وضعه الدكتور القدير ناجح الزعتري. فالدكتور ناجح كامل حاطط هذا الامتحان، وانا بشوف ناس بتشتم في الدكتور ناجح وتشتم في احمد برك، انا مش عارف ليه بتشتم، انا مع الدكتور ناجح. انا حليت الاسئله اللي بحطها، انا ماليش ذنب يا جماعه، انا بحب الاسئله اللي وضعت علشان بنتوا عارفين امتحان تجريبي الازهر بيجيب منه حاجات في الامتحان اخر السنه، الله اعلم بس انا بقول بيجي منه ساعات وكتير جدا. فانا بنحل الاسئله، ماليش ذنب، انا الامتحان صعب ولا سهل، انا بحل اللي يديني. واحد بيقول انت بتحل حاجات صعبه، طب ما بنك المعرفه حليته، قال له ده صعب بتحله ليه؟ يعني انا معلومه بقولها. يبقى ده اجازتنا ان احنا نتشتم من مدرس واحد شتمني في جروب انا مش فيه وعامل بلوك على كل اعضاء هذا الجروب، ويجي واحد يشتمني فيه، ما فيهمش واحد يرد شتمت يعني لما يشتم في احمد بركه بحل الحاجات الصعبه ليه؟ يعني اليس فيكم واحد رشيد؟ يعني ليه اتشتم؟ انا بحل حاجات اهو، الدكتور قال انا بحل، حتى الغلط انا بقول له غلط. واللي ملاحظ من اول ما الدكتور نجح ابتدى يحط اسئله انا ما بجاملوش، هو حبيبي وصديقي واخويا، بس انا عمري ما جاملته، وانا مره ما كنت شفته كنت بدافع عنه لان بيدي حاجات عاليه وكويسه، وانا بحب النوع ده من المسائل، جاي معايا بالظبط على النغمه بتاعتي. فانا لما بنحل الحاجات دي بقول له دي غلط، وقلت كذا مره السؤال ده غلط وصعته غلط والصيغه بتاعته لازم تتعدل والصياغه بتاع، والراجل متقبل النقد والمناعه عشان رفع المستوى التعليمي، وهو بيحط اسئله تيست تورنج للتعليم عاوز يوضح حاجه. وعشان تبقوا عارفين سياسه الدكتور ناجح كالاتي، سواء حط امتحان ما حطش امتحان سياسته كالاتي، عاوز يلقي الضوء على معلومه ما يقولهاش، يدي عليها سؤال، السؤال اللي بحطه على المعلومه علشان سؤال قوي على المعلومه يبقى انت فهمت المعلومه من خلال السؤال، دي فلسفته. واتصلوا بيه هيقول لك الكلام اللي انا بقوله ده. واحنا يعني ما علينا اللي حلينا الاسئله، كان في خطا مطبعي لان بيرسمه بسرعه، والناس قالت لنا احنا مستعدين ناخد منه الاسئله ونسخها ونرسمها كويس، الحمد لله بعد كده لو عمل حاجه هنعملها ونراجعها، واحنا وهو وكلنا لصالح الطالب. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.